Bonsoir mes amis, salam alaikum. Toujours donc le 9 avril 2022, on a parlé aujourd'hui de la page économique. Hausse des prix du gaz. Alger et Madrid débutent les négociations. Alors je vais faire la vidéo. دوك نقول لكم علاش نهار ما قبل يجيبوا الخبي تاع بن حليمه يجيبوا كي كان في السونتر فالونسيا نهضوا لنا كاع الكلاب المشرده تاع الخارج سي سون دوفني دي زاناليست ويمدوا في المعلومات وكاع جيبها من زيتو بون وليت مو ماشي وليت مو الفرق تاع امير دي زاد ما عندوش مخ باش يهضر لي زوطر هشام عبود النقش تاع عبد الصمار وهذاك زيد طب هذاك الياس رحمن واش كان يقول كان يقولوا لارجيري اللي بخيت ادوني كاع الكاس تاعها لاسبانيا باش كي يعطيونا محمد بن حليمه ومام محمد بن حليمه مسكين ستان فيديو دار الفيديو لي دارمي جور لي دارمي جور كان نهار كان يبومبي شوية قالهم كيفاش قالهم الجزائر مدت قاع حسير من لاسبانيا على جانب كي يديروني شتو يا شعب جزائري هاد الرهوط هادو اللي يسمعوهم الناس اللي يسمعوهم ولا شغل عندهم قصة وهما قاع فيهم العيوب الكهلة نعاودو شوية على العيوب الله يرحم والديك وما نعاودو نقولو الكاز العيوب زيتوت زعما ستاني اسلاميست سراق ترافيكون بوندي وبنادو فرخات على فرخات باسكو لا دو شافو مصورين افيك لي جين لي دون لي ديسكوتيك نصوتيو لعبدو هشام عبدو هشام تعرفو كاع حكيت لكم ميستوار تاعو طاح مسمير طاحان فرحان سيت ان كوك مانيفيك ولي على بالو صديقكم على بالوش معليه بصح على بالو ويعرف شكون الهزاز تاع مرتو يعرفو ال وسمو امير دي زاد حكيت لكم القضيه تاعو قلت لكم باللي يا يمه راحت معروضه الوهرب جابت كبول هذا امير جابته معاه نحكيو على عبد الصمار عبد الصمار ماتر شونتور اون بليس فيه الصنعة وكان يروح للمروك يديوه بجت بريفي يديوه لواحد الجماعة في المروك عند غالي مهني هذا كيف معروف في الصيف الناس اللي يعرفوا في الصيف يقولوا لك عليه من صغره بداتو دودة تاكل فيه ونهضروا على هذاك مو سيجار تاع قسنطينة هذاك الياس الرحماني هذاك زيد طوبة هذا كان كيف هذو هما الكلام هذو لي كثروا لي فيديو ويكثروا لي زاناليز بوليتيك كما هذا الياس الرحماني يدير في زاناليز بوليتيك ويهضر مع واحد الناس واحد المهابل اللي ريبونديو له ويهضر معاه ويريبوندي واحد الضحك دير لي كونفيرونس يهضر على الجزائر مخبين كاع في ليترونجي فهمتوا مخبين في ليترونجي ويهضر على الجزائر تيري عندي من رب واش تحوش على الجزائر راك مهربانين في الجزائر عايشين في الخارج اخطيو الجزائر الجزائر ان فوزون ميرد كاع كيما راك الجزائر ان فوزون ميرد الشعب تاعي فوزون ميرد والجزائر هادي روحو كاش نهار ادخلو هاي ادخل كاع فوزون دي كوندان هذا زيد طوبان 10 سنين حبس بور ديزيرسو 10 سنين حبس عبدو هشام 7 سنين حبس لا 7 ملاهي راهم يسالوه وعندو 3 سنين دو بريزون راهم يستناو فيه قاعدين ينبحو يبكيو على الجزائر ويهضرو على المصالحة معيطولنا باش كيما قالو لنا رواحو اون فو دي كارونتي واحد ما عيطلكم واحد ما يعيطلكم هذه غير نحاول بالكم الفستي هذه باش تصبروا رواحكم نعم
الشرفاء اللي في الجزائر ما يهضروش مع خماس كيما نتوما. Vous n'êtes pas un danger pour l'Algérie. Et vous ne serez jamais un danger. ناس ناس رفدوا السلاح لي كلاش ورفدوا الكتاب تاع علي انا حي علي انا موت وداروا ربوا الحي ولاضوا يدوروا في الجبال كيما لي زانيمو وقتلوا الناس وما قدروش يطيحوا الحكم الجزائري. لا كابيني فرنسا معاه وإسرائيل معاه وحبوا يموتوهم ولا شربوط ولا بوفوار اساسا بوفوار ومن بعد سكتوا. تقدروا انتم الجزائر مازال خوبات هادو مازال كاين من الجزائر مي بالعقل راهم بالعقل سي تادير العدالة راهم بالعقل هاي تجي مرات ضربات بعام وست شهور حبس دوكا دون كالكو جور سدو يرفدوه وهي رايحة خلاص دوكا سي دي ريبلي جوستيس اللي داخل الحبس سي دي ريبلي جوستيس خلاص هو عمال كي يخرج من الحبس فرحان مي يا حمرة يا الكاسي جوديسيير فوز دي ريبلي جوستيس ونت بلو دي سارجيريان دي يعني دي سيتوايان بور كيما حنا دي سيتوايان بور نقي عندكم مركي في دهوركم واحد ستر حاج واحد عام حاج واحد عامين حاج وراكم نسيتوا لا كو تاعكم وتمشيو وانتم راكم ناسيين كو فو تريني دون فو دو فو شكون راح ينحيكم شكون راح ينحيكم الكاز جوديسيال واسمها لابان شكون راح ينحيهم هاي فهمونا شكون كامل سي خلاص شغل هكا تقعدوا هكا دي كونداني دي روبري جيستيس وتزيري تمشي تزيري تمشي دونك بور ريفينير للالجيري لاسبان شفتوا كيفاش الالجيري الا ديسيدي دو رينيغوسي لو بري دو غاز اون توت سوفرينتي كاين الناس حبوا يلصقوها مع لافير تاع الصحراء نو ما كاع حتى لافير تاع الصحراء لاجيري دون لو كونترا بو نيكوسي هي تبيع بو رينيكوسي على روح وينيكوسي اون بون امي ولازم يتفاهموا وشويه تزاد تطلق لاسبان تطلق اي اون اريف اون اريف ان كونسونسوس مي لو برانسيب سي كو لاجيري ادي سوفران وما كاش واحد يكوموندي فيها نعطيكم بن عبد الله واعطيكم الغاز باطل بن حليمه نعطيكم بن حليمه وبن عبد الله بصح الغاز اعطيوه لنا باطل كما كان يقول هذاك ليديو لو كرو رشيد نكاز كان يقول لا فرنسي تدي في لا فرنسي تدي في البترول باطل توتال يكتب يهضروا برك نيمبورت كوا L'Algérie est souveraine, quoi qu'en ayant, je suis pour qu'on négocie, même s'il faut dire que ça ne faut pas qu'on crée un truc mal l'espoir. Alors, Macron, surtout en ce moment, ils ont besoin au moins de gaz, mais s'il est assuré parce que la Russie va nous fermer, alors comme dit, c'est dans ce sens. Allez, salam alaikum, d'ailleurs,